السيدات والسادات، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في نشرة الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي. اليمن. أصبح الرسم على الجدران مؤخرا أحد أشكال التعبير السلمي في اليمن، ووسيلة للتطرق للقضايا الحقوقية في المجتمع اليمني، وخاصة قضايا المعتقلين. فبعد حملة الجدران تتذكرهم، وحملة 12 ساعة التي نظمها الفنان التشكيلي مراد سبيع السنة الماضية، أطلق مجموعة من الشباب في اليمن مؤخرا مبادرة لرسم صور 5 من معتقلي الثورة على جدران العاصمة صنعاء من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم. الشباب 5 المعتقلين في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء تتهمهم السلطات اليمنية ضمن 57 شخصا بالتورط في تفجير مسجد النهدين بدار الرئاسة بالعاصمة في يونيو 2011. استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع قيادات بنظامه، مما أدى إلى إصابته بحروق في كافة أنحاء جسمه ومقتل رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، متأثرا بجروح أصيب بها في التفجير نفسه. وبخلاف 5 المعتقلين، تم الإفراج عن 23 متهما في القضية بأوامر رئاسية سابقة تحت الضمان، ضمان حضورهم أمام الجهات الرسمية في حالة ما إذا قامت بطلبهم. وقال الرسام بسام العطاب أحد القائمين على المبادرة التي أطلق عليها الجدران تنتصر لحريتهم، إن المبادرة تهدف إلى رسم صور المعتقلين في معظم شوارع العاصمة صنعاء من أجل تذكير المسؤولين بهم، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر حتى يتم إطلاق سراحهم. بدوره قال المحامي والناشط الحقوقي خالد الأنسي أحد المشاركين في المبادرة: المبادرة تأتي كنوع من التضامن مع المعتقلين من شباب الثورة في السجون برسم صورهم على الجدران، لعل قادة الأحزاب يخجلون عندما يمرون ويرون صور المعتقلين الذين لا زالوا في السجون. وأضاف الأنسي أن المبادرة أتت للتعبير عن رفض شباب الثورة لبقاء زملائهم في السجون وللمطالبة بالإفراج عنهم، مشيرا إلى أن الرسم على الجدران أحد مظاهر التعبير عن الرأي. ومضى الأنسي قائلا: قضية المعتقلين هي قضية سياسية استثمرها الرئيس السابق من أجل الابتزاز السياسي، مضيفا: لا توجد أدلة تثبت تورطهم في تفجير جامع الرئاسة. أما الناشطة المشاركة في الحملة جهاد بابريك فقالت إن المبادرة تأتي للتذكير بالمعتقلين من شباب الثورة بعد أن نسيهم الجميع، مضيفة أن الحملة ستستمر لعدة أيام لتغطي أكثر من شارع في العاصمة صنعاء حتى تصل قضية المعتقلين لأكبر عدد من الناس. وتركزت الحملة في يومها الأول أمام الجامعة القديمة في شارع الدائري، وهو الشارع الذي شهد انطلاقة الثورة الشبابية، واعتصم فيه الشباب فيما سمي بعد ذلك ساحة التغيير في صنعاء، وشهد العديد من أحداث ثورة 11 من فبراير 2011 التي كان لها دور بارز في الإطاحة بنظام الرئيس السابق. وقد بدأت الحملة برسم جدارية على سور المبنى القديم لجامعة صنعاء ضمت صور 5 من معتقلي الثورة لا زالوا يقبعون خلف قضبان السجن المركزي بصنعاء، بل ويحاكمون بتهمة ملفقة في الوقت الذي ينص القانون وتنص وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على سرعة الإفراج عنهم. الحملة التي رفعت شعار الجدران تصرخ لحريتهم تتضمن عدة مراحل، وتهدف إلى تخليد ذكرى وتضحيات المعتقلين والمختفين قصرا من شباب الثورة وإيصال صوتهم ومطالبهم بالإفراج إلى كل أحرار وحرائر اليمن بل والعالم. الجدير بالذكر أن 24 من معتقلي الثورة يواصلون الإضراب عن الطعام منذ قرابة شهر داخل السجن المركزي بصنعاء وحجة للمطالبة بإطلاق سراحهم، غير أن الجهات المعنية بدءا من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق لم تحرك ساكنا أو تلقي لمطالبهم بالا. الجزائر. أقدمت السلطات الجزائرية في 12 من مارس على توقيف إرسال قناة الأطلس التلفزيونية بعدما حجزت كل المعدات الموجودة بمقرها ببير خادم. جاء هذا الإجراء بعدما قامت القناة بتغطية الاحتجاجات المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية الرابعة. وقال الأستاذ رشيد مسلي مدير الكرامة القانوني: الانتخابات الرئاسية على الأبواب ولا يبعدنا عنها إلا شهر واحد، وما يثير مخاوفنا هي الرغبة السياسية في كتم كل الأصوات المعارضة، وما الاضطهاد الذي تعرضت له قناة الأطلس إلا تأكيد للتصعيد القمعي الذي تنهجه السلطات ضد حرية التعبير. كانت قناة الأطلس تنوي توسيع أنشطتها وتستعد لفتح موقعها على شبكة الإنترنت، لكن السلطات الجزائرية كان لها رأي آخر،
يوم الثلاثاء 11 من مارس في حدود الساعة 4 ظهرا، داهمت قوات تابعة للدرك بزي مدني مقر القناة ببير خادم بالجزائر العاصمة، وقاموا بتفتيشه ومصادرة 17 آلة تصوير وأجهزة إذاعية مختلفة دون إطلاع مدير القناة عن الأسباب القانونية لهذا الإجراء. توجه ثلاثة محامون وكلتهم القناة إلى مقرها وطلبوا بالاطلاع على الإذن بالتفتيش، وأبلغ أحدهم الكرامة أن الإذن بمصادرة الكاميرات التي خلفت ضحايا صدر عن وكيل الجمهورية لمحكمة الجزائر في إطار تحقيق يتعلق ببث غير مرخص. واستغرب المحامون أن الإذن لا يشير إلى السند القانوني لهذا الإجراء، كما احتجز عناصر الدرك 45 شخصا عاملا بمقر القناة كانوا متواجدين هناك ومنعوهم من ترك المقر قرابة 4 ساعات، وقاموا بتصويرهم بهدف تخويفهم. في اليوم التالي حضرت مجموعة من رجال الدرك والشرطة إلى مقر القناة يرافقهم وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد، وقاموا بمصادرة جميع آلات التصوير والتسجيل، لكنهم لم يوضحوا مرة أخرى طبيعة أسباب هذه التحقيقات. ويرى السيد حفناوي غول مدير التحرير بالقناة أن عمليات التفتيش والمصادرة ما هي إلا رد فعل وانتقام السلطات من القناة بعد بثها لبرنامج تطرق الانتخابات الرئاسية المرتقبة بشكل انتقادي. منذ يومين قوات الدرك، عناصر من الدرك بالزي المدني، يقتحمون مقر القناة في بير خادم في ضواحي العاصمة، وكانوا يحملون تسخيرة من وكيل الجمهورية دا محكمة سيدي محمد، وكل ما تتضمن هذه التسخيرة التفتيش وحجز كل ما له علاقة بالتحقيق. من هنا بدأ المشكل. عناصر الدرك بالزي المدني خلوا عنوة للمقر، طلبوا من الصحفيين عدم المغادرة والتزام أماكنهم، بدأوا في عملية تفتيش حتى الأوراق حتى الملابس، ما فيش شيء وما فتشوش، ما بعملية تصوير المقر، المكاتب، العمال، الصحفيين، الأجهزة، تم تصوير كل شيء مدة 4 ساعات ونصف مع احتجاج الصحفيين. تم حجز عشرات من الكاميرات ومعدات الصوت. في نفس اليوم ذهبت نفس عناصر بالزي المدني مع عناصر بالزي الرسمي الى استوديوهات القناة في منطقة باب علي جنوب العاصمة في ساعة متأخرة من المساء. لم يجدوا أي ممثل القناة، وجدوا فقط الحارس. دخلوا بطريقة ديكتاتورية بطريقة قمعية، عندما منعهم الحارس عنفوه وتعرض للضرب ولحجز هاتف النقال كي لا يتحدث ويتصل بأحد. احنا لحد الآن ما نش عارفين وش أخذوا من الاستوديوهات، لأنه الحارس قال لك أخذوا تجهيزات كبيرة ومعدات، ثم شمعوا الاستوديوهات. نفس الحكاية تكررت في اليوم الموالي الساعة 2:30 مساء. عناصر قوات كبيرة من الدرك الوطني أكثر من 120 عنصر الزيين المدني والعسكري والسيارات الرسمية المدنية حاصروا المقر، منعوا الجميع من المرور إلى المقر، من الدخول إلى حتى الشوارع المجاورة. الناس تم منعهم الجيران من الدخول أو الخروج من مساكنهم، وبعد ذلك دخلوا وعندهم كذلك تسخيرة من وكيل الجمهورية. تضمن التسخيرة التفتيش وكذلك عملية حجز بسبب أن القناة تنشط بطريقة غير رسمية. وأخذوا بعد حجز الصحفيين، وكنت أنا منعوني من طلبوا مني إما إغلاق الهاتف أو مصادرته، تجاوبت معهم وتم إغلاق العفو. تم حجز معدات كبيرة، أجهزة المونتاج،
حواسيب، أجهزة إعلام آلي، حتى الأجهزة الشخصية للصحفيين كانت أجهزة كبيرة أخذوها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كل ما أخذوه في اليوم الأول واليوم الثاني، معناها ما عندناش احنا شيء يثبت أنهم أخذوه، تركوا لنا على الأقل وثيقة شارج. شمعوا تاع الموزع تاع الانترنت، تم تشميعه، تم ترك استدعاء من القيادة الجهوية الوطنية للدرك في بابا جديد للسيد مسير الشركة. أمس ذهبت أنا ومسير الشركة، أنا بقيت في الخارج، ودخل كل أغلبية الأسئلة كانت منصبة حول أخص حفلاوي يقول، علاقة حفلاوي يقول بالقناة، ماذا حفلاوي يقول يعمل بالقناة، لماذا استعنتم حفلاوي يقول ولم تستعينوا صحفيين آخرين، لماذا حفلاوي يقول هو رئيس تحرير حصة الموعد التي تبث يوميا وحصة أثارت جدل كبير، لماذا حفلاوي يقول مدير الأخبار والتحرير، علاقة حفلاوي يقول بالمال وبالقناة، ما علاقتكم بحركة بركات، كيف لقيادي ورئيس حركة بركات حفلاوي يقول انه يكون في القناة. هذه جملة من الأسئلة. هذا ملخص لما جرى في القناة. تميزت قناة الأطلس مؤخرا بتغطيتها الكبيرة للمظاهرات، خاصة التي تنظمها حركة بركات المعارضة لترشيح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية لولاية رابعة، والتي ستجرى في 17 من أبريل القادم. توقفت قناة الأطلس عن الإرسال منذ عملية التفتيش والمصادرة، ويحاصر مقرها العشرات من رجال الدرك بلباس مدني على متن مركبات عسكرية ومدنية، بينما نظم موظفوها اعتصاما وندوة صحفية احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي طالتهم. ويبدو جليا أن ما تعرضت له قناة الأطلس من إغلاق لمقرها ومصادرة لآلاتها ووقف لإرسالها جاء نتيجة مباشرة لممارسة الصحفيين لحقهم في حرية التعبير والإعلام، إعلام المواطنين الجزائريين وتعبير عن نية السلطات في لجم كل الأصوات غير المرخص لها. ووجهت الكرامة نداء عاجلا إلى مقر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وناشدته بالتدخل لدى السلطات الجزائرية ومطالبتها بالكف عن المضايقات القضائية والإدارية ضد الصحفيين، موضحة أن ما وقع انتهاك جسيم لحرية الصحافة في الجزائر، خاصة وأنه جاء في إطار حملة الانتخابات الرئاسية الموسومة بقمع التجمعات والمظاهرات السلمية. بهذا نأتي على نهاية نشرتنا، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في نشرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.